السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نبدأ حلقتنا على بركة الله تعالى. اللي متابع القناة من زمان هياخد باله من إن حسب المكان اللي أنا بصور فيه بيبقى ستايل الحلقة. يعني في حلقات بصورها وأنا ماشي بتبقى معظمها عن التزكية وعن خبرات العمل احيانا وعن خبرات الزواج، يعني بتبقى حاجات خبرات، يعني في حلقة قصيرة او في نبذة غالبا بتكون مش طويلة. وانا جالس في مكان عملي مثلا او في مكتبي بيبقى في مواضيع اخرى شوية فيها، بتبقى اطول في الفترة في المدة، وبتبقى المواضيع جزء منها تزكية طبعا لازم هيبقى في كل الحلقات، ولكن بتبقى اكتر قصص او مواعظ بس بصفة مطولة والامور السياسية والاستراتيجية. وانا جالس بقى في البيت، ده بقى الاجابة على الاسئلة والقصص الطويلة. فالنهاردة الستايل هيختلف. ليه؟ لان في موضوع الدراسة، في او استكمال الدراسة في كيرغيزستان واوزبكستان وكازاخستان وارمينيا. في ناس يقول لك أرمينيا دولة مش مسلمة، بينما كيرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان فيها مسلمين، فالطلبة العرب مش هيلاقوا مشكلة. صدقني أنا معاك، ولكن الاختلاف هنا في مسألة الثقافة، ثقافة الأجانب. الأرمن أنا معاك، عنصرين ضد الأجانب بس مش هيقتلك. كل بلد فيها مجرمين، كل بلد فيها بلطجية، وانا برمي على مشكلة او الخناقة او المعركة اللي حصلت في بشكك حوالي 10 ايام ولا 15 يوم بين طلبة مصريين وناس مواطنين، عيال بقى واحد قواد ولا ايه وطالب منهم فلوس ولا كانوا بينجزوا منه ومعرفش، فحصل مشكلة، جريوا وراه، راحوا الهوستل اللي هم قاعدين فيه، اتقتل واحد من باكستان هناك كان فيه هنود. ان الهوستل هم بقى بالنسبة لهم شايفين كل واحد، مش فارقة معاه، ما يعرفوش مصري من هندي وبتاع، يعني جنسيات كتيرة، في طلبة من بنجلاديش. فطبعا الموضوع وسع، ده انا بحكي قصة اللي ما يعرفش، يعني الموضوع وسع. فبقى اما تبعوهم للسكن بتاعهم عشان يضربوهم وكسروا الازاز وبتاع، فالطلبة بتوع الأبشجيتي عددهم كبير طبعا، كلهم بيدافعوا عن مكانهم، بيدافعوا عن نفسهم، قالك بلطجية جايين علينا. وأمن الهوستل طبعا غلبان ما عملش حاجة. المهم أما العيال اتضربت، طلعت إشاعات بقى طلبة أجانب ما عندهمش إقامات وقاعدين بشكل غير رسمي وبلطجية وحرامية ضربوا مواطنين من عندنا وحبسينهم جوه في الهوستل، ونشروا الموضوع ده على السوشيال ميديا على الماسنجر. فطبعا 1000 واحد حسب الاخبار البشكيكية او الكيرغيزية ما قالت، الاخبار قالت لك ان 1000 واحد اتجمهروا الساعة 10 بالليل امام الهوستل، مش عارف التوقيت ده دقيق ولا لا، هم قالوا كده. وجات الشرطة قبضت على ناس وقفت ناس، طبعا مش هيقبضوا على 1000 ومش هيطلعوا 1000 غلطانين، بس راح طلعوا بكلام دبلوماسي بقى، قال لك ان الطلبه طبعا يتكفلوا بالحمايه ونهيب بالمواطنين الكيرغيزيين الالتزام بالقانون وعدم انتهاك القانون والتوقف عن نشر الاشاعات. وبعد كده البيان التفصيلي قال لك ان بعض الطلبه او جزء كبير من الطلبه دول او من الاجانب يعني بيعملوا حاجات غير مشروعه، وانهم قاعدين بشكل غير شرعي في البلد. يعني ايه؟ قال لك يعني مش هنقبض على 1000، مش هنطلع مواطنينا بلطجيه وغلابه، قصدي بلطجيه ومجرمين، لازم يطلع جزء منهم كده هو اللي بلطج، يقول لك قبضنا على 3 ولا 4 وجاري البحث عن باقي المتورطين. وقال لك هنرحل الناس اللي هي قاعدين بشكل غير قانوني من الاجانب. بس نقطه. طيب هل اعترفتوا ان بلدكم فيها مجرمين وبلطجية وعيال قطعين طرق، وانهم سمعين للشائعات، وانهم ما بيتقبلوش الاجانب قوي، او انهم ما صدقوا
حد قال لهم على الماسنجر بتاع في خلال ساعة كانوا كلهم قدام الهوستل وعايزين يفتكوا، مش بس يعني ما لجوش للشرطة حتى، رايحين يفتكوا بالطلبة الأجانب اللي في الأبشجيتيا. يعني انتهاك القانون في كل المراحل، سواء في نشر معلومات خاطئة أو كاذبة، يقول لك بيضربونا ومش عارف إيه وبلطجية وخارجين عن القانون وبتاع. فيعني دي عقلية موجودة عند الاتحاد السوفيتي من زمان للأسف. في فترة كان بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، في فترة كانت الشرطة في الأواخر يعني مش عايزة تتعاون مع جورباتشوف الرئيس أو الرفيق يعني جورباتشوف اللي هو السكرتير العام للاتحاد السوفيتي، المهم يعني أو الأمين العام للحزب الشيوعي والاتحاد السوفيتي. المهم الشرطة مش عايزة تشتغل، مرتبات قليلة، الشغل كتير، البلطجية كتروا، هيبة الشرطة راحت أو مش راحت يعني، اللي هو قالك الهيبة بتاعتنا جورباتشوف نزعها، من حق المواطن انه يتظاهر، وسن قوانين بقى ايه ان الشرطه بقى ما يعني ما لهاش سلطه انها توقف اي واحد كده، يعني اللي هو زي ما بيسموه في مصر مثلا قانون الطوارئ، فلغى موضوع قانون الطوارئ ده والدنيا ايه بقت زبادي بالجنزبيل في المظاهرات وفي التطاول بعض المواطنين على الشرطه. فبتوع الشرطه في ناس قال لك لا مش هينفعنا الكلام ده، وحتت فيها بلطجية وممكن نتقتل وفي الاخر يصرفوا لي كام انا طالع ايه. فهي كانت المنظومة مخلخلة يعني، يعني المواطن ملوش ذنب، بس في نفس الوقت الشرطة او موظف الشرطة ملوش ذنب ان انا مرتبي يبقى ضعيف وتبقوا مش مجهزين لي. يقول لك اصل البلد تعبانة ماديا فما فيش عربيات مجهزة ان انا اجري ورا المجرمين، والمجرمين جاهزين، وبقى خصوصا في الفترة دي بدأ أسلحة كتير تتسرب للمجرمين، فبقى مجرم مسلح معاه أسلحة أحسن من الشرطة، وبلطجية ماسكين مناطق. الشرطة بدأت تسحب نفسها من الشوارع، يقول لك لا يا عم أنا عندي عيال عايز أربيهم. ففي الفترة دي اتعود جزء كبير من المواطنين إنه يعتمد على نفسه. رئيس بوتين نفسه جاب سيرة حاجة زي كده يعني، أو اتكلم على حاجة زي كده في الفترة اللي هو عاشها في تيتر، لان اكيد هو عاش فتره من الحياه دي يعني في الطفوله. يعني انا مش بتكلم على فتره جورباتشوف بس، من قبل جورباتشوف حتى فتره بدات حته مناطق تبقى متقفله بلطجيه يعني، والشرطه تروح تهجم عليهم كل فتره، بس بيتقتل منهم ناس وفي الاخر بياخد تعويض ايه فتات وتكريم، ياخد له نشان قد كده يعني لاهله او لعياله. فطبعا لك لا الموضوع كده خطر ومش جايب همه. طب دخلت كليه الشرطه ليه؟ قال لك انا لقيت غيرها، قلت لا. المهم فسيبنا من القصه دي، وصل الكلام ان مواطنين كتير اعتمدوا على نفسهم فاخد حقهم، اللي هو خناقه وضرب وبلطجه والتعامل مع البلطجيه بدون غطاء قانوني. يقول لك ما البلطجي ده اصلا خارج عن القانون، فلما اتعامل معاه لا قانوني يبقى هو ده القانون بعينه. فلذلك الناس اعتقد يعني دي عقليتهم، راحوا تجمهروا، مش تجمهروا مش يتظاهروا، يسقط الطلبة الأجانب، اطردوا الطلبة الأجانب، نحن لا نريد أجانب في بلدنا البلطجية دول. لا لا ده ما تجمهروا، ده عايزين يخشوا يكسروا وبتاع. وحتى ما الشرطة جت بيقاوحوا معاهم كده، سيبنا بقى بيضربوا وعيالنا قتلوهم عملوهم. يا ابني اهدى، مفيش الكلام ده خالص، اشاعات. لا ما هو في فيديو موجود بيضربوا، شوف الواد ازاي، لان في فيديو شايف. المهم يعني خلاصه الكلام يا جماعه، الدراسه في الدول دي محتاجه يعني، هي دي طبعا حادثه ممكن تحصل لاي حد، حتى لو كان حد كويس قاعد في كافيه عادي جدا وواحد جر شكل شدوا مع بعض، جري على السكن بتاعه وراحوا جارين وراه، والموضوع تطور، واحد من السكن راح شتمه وراح حدف عليه حاجه، راح ده طب انا داخل لك، طب انا جايب لك رجاله، طب انا هجيب لك، والموضوع يعني عارفينش دماغ الشباب كلهم 18 19 سنه 20 سنه، فبيبقى سخنين كده. روسيا هنا بيحصل فيها نفس الكلام، رغم ان الشرطه اقوى بكتير من الدول دي وبتتدخل في حاجات كتير وموجودين في اماكن كتير وكاميرات في كل حته، ومع ذلك الناس كتير لحد النهارده عقليه شباب صغير عن 17 سنه 18 سنه عقليه انه ياخد حقه بايده، وما تقول له شرطه يضحك، شرطه ايه يا عم؟ يا عم انت في حد مثلا ضايقك من الاجانب ولا شاكك فيه ان هو بلطجي اي حاجه، بلغ الشرطه يشوفه. لا هروح انا ويجي يغلس عليه كده عشان طب اطلع لي بره بقى نتخانق ونضرب بعض وبتاع، يطلعوا بره فالواد الروسي يتضرب
فالواد الروسي يجيب عيال عشان يضرب الواد ده واصحابه، فاصحاب الواد العربي او الافريقي يجيب برضه اصحابه، وتوسع على فكرة، وسعت كتير وخلصت بره الشرطة خالص. يعني في حاجات بتروح بتطلع وتنزل بنشوفها هنا في روسيا ومحدش بيدرى بيها. الكاميرات صورت بس محدش اشتكى. الجيران تخاف، يقول لك لا يا عم العيال دي، ويبقوا لا. ما دي بقى دي قصة حلقة تانية، ان انت تشتري شقة قريبة من جامعة والطلبة بقى حواليك بمشاكلهم بقى، بقرفهم، بخناقاتهم، ببغنجهم. قابل بقى يا معلم، يعني معروف ان الطلبة الصينيين والبنجلاديشيين ولا الباكستانيين والهنود والحاجات دي هنا بيجوا روسيا هادين جدا، ما لهمش صوت ولا حس. ولكن في بعض التنديتة ولا بقى ما تفهمش، عيال كده روس سكرانين بيجروا شكلهم. والعيال دي يعني غلبها غلوب معظمهم في الحجم وفي القيمة وكل حاجة غلبة جدا، ولكن تكرار التجاوز بيخليهم واحد فيهم بس يتعصب، كله بيبقى همج نمل عليه. فلذلك بنشوف جرائم للأسف. فتاخد بالك بقى وانت بتشتري شقة ما تكونش قدام جامعة وقريبة من جامعة، ان شقتك اتدبست فيها. يلا سلام.